ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. ويقول الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، هذه الآيات وهذه الفقرة تدل على إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. الله يغضب، الله يغضب، يغضب متى شاء كيف شاء، وهي صفة أثبتها الله عز لنفسه في مواضع من كتابه، وهي مذكورة في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم، يعني مغضوب عليهم من من الله عز وجل. وقال جل وعلا: فباء بغضب على غضب. وقال جل وعلا الخامسة: أن غضب الله عليها. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب قوم. فالغضب صفة أيضا ثابتة لله تبارك وتعالى. أهل البدع بما يفسرونها؟ بإرادة إيصال الله العذاب أو بالعذاب نفسه. يقول المبتدع، يقول: يعني صفة الغضب صفة مذمومة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. رددها مرارا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. فالغضب صفة مذمومة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الغضب قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، أكان يغضب؟ نعم، الرسول يغضب عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لا تغضب، وهو يغضب؟ أنت متأكد؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب، القائل لا تغضب كان يغضب. فسرت هذا عائشة رضي الله عنها فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب لله. فصار المذموم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، هو ما كان من غضب لأمر لا يستحق الغضب. أما إذا كان الأمر مستحق للغضب فلا بأس به، بل قد يكون محمودا في بعض المواضع. فإن الإنسان إذا انتهك عرضه أو أسيء إلى دينه يغضب أو لا يغضب؟ قد يكون درس حديثا الأربعين النووية فمر على حديث أبي هريرة في البخاري: لا تغضب، لا تغضب، فيأتي واحد يعتدي على عرضه أو يقول: يا أخي لو سمحت أرفع يدك عن زوجتي، أنا توني مبتدئ وتوني دارس حديث لا تغضب لا تغضب، يعني اسمح لي، ما ودي أغضب. ولا يغضب. والحديث، الحديث، الحديث المراد منه لا تغضب لأمر لا يستحق الغضب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تغضب كان يغضب إذا كان الأمر مستحقا للغضب. إذن الآن نصل إلى النتيجة، وهي: هل الغضب صفة محمودة مطلقة أو مذمومة مطلقة؟ تارة وتارة، في حال تكون محمودة وفي حال تكون مذمومة. انتبهتم؟